بعدها نحن لو بنوضح بهالموضوع يا استاذ وليد نحن صدقنا ولا كثير كبير. صح يمكن ناقشنا الليله لانه ما فينا نتشعب 2010 بتصور انه الصرخه يلي حابب انه تطلع فيما يتعلق ببعض المؤسسات الصغيره يعني المؤسسات الصغيره وصلت. بتشكرك على هالمداخله ايضا رح نتابع معكم هذا الحوار وانما بعد فاصل عن الاثنين.